قبل ما حضرتك تشوف الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان نوصل لك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. مشاهدة طيبة. اللي هناك نقدر ان شاء الله نعدي ونصعد لدور الجمعه. هارد لك دي سان داونز في المباراه. كابتن ايمن، قبل ما نروح للحاله التحكيميه بنتكلم على حكم المباراه. وحكم صغير 35 سنه، حصل على الشاره الدوليه في 2011، يعني معنى كده هو خد الشاره وعنده 25 سنه. النهارده هو 10 سنين حكم دولي. تم تكليفه بمباراه كبيره جدا جدا، اعتقد 10 سنين بتلعب في الدوريات الافريقيه، بتصفيات كاس عالم، بتلعب كمان في كاس عالم للانديه الاخيره اللي هو كان في مباراه النادي الاهلي وبالميراس اللي النادي الاهلي فاز فيها وحصل على البرونزيه. على فكره كمان حكم لنا الاهلي وسان داونز 2019 هناك. يعني انت حكمت مباراه كبيره جدا جدا. بالقياس بالخبرات اللي انت المفترض انك انت الخبرات دي كلها، ما يجب عليك النهارده يكون عندك اخطاء فادحه. النهارده عندي اخطاء كابتن علاء، اخطاء فادحه، ومش هقول كلام ولا حاجه، ولكن انا بتكلم في صور وبتكلم في تمركز وتوقع، بتكلم في قراءه للعب، بتكلم المسافه بينك وبين الحدث. يعني انا عندي حاله يمكن احنا جايبينها بالكم ياردة او كم متر هو بعيد عن الحدث، 22 متر اللي هو حدث اللي هي الحارس المرمى بتاع سان داونز في لعبه محمد شريف. بشكل عام بقول ان هو لم ينجح في اداره المباراه. الشخصيه التحكيميه كان ليها دور كبير النهارده كابتن ايمن، الشخصيه التحكيميه مش موجوده، الثقه في اتخاذ القرار. يعني اكتر من مره الحكم المساعد بيعكس مع الحكم المساعد. يعني الاول كان عندنا من ضمن الحالات انت كنت خدت قرار صحيح، المساعد عكس، رحت انت رايح مع المساعد. يبقى بنتكلم في الشخصيه التحكيميه مش موجوده، بنتكلم كمان في الثقه في اتخاذ القرار مش موجوده كابتن ايمن. ومن خلال الحالات النهارده التحكيميه اعتقد نتيجه النادي الاهلي النهارده كانت رحيمه بالحكم. فوز النادي الاهلي النهارده كان رحيم من الحكم، رحيمه بالحكم من الاخطاء الفادحه اللي تمت في هذه المباراه. هنشوف عندي تقريبا الدقيقه 2 والدقيقه 28 والدقيقه 36. هتكلم في ثلاث نقاط مهمه جدا في الحالات اللي احنا بنتكلم فيها. الدقيقه 22، الدقيقه 28 يا كابتن علاء، كابتن اسامه وكابتن شريف وكابتن احمد، من غير ما اقول ابدا ان انا كلاعب في الدقيقه 28 هضيع وقت. حتى لو انا هضيع وقت لابد ان انا احذرك مره واثنين وثلاثه. ولكن انا النهارده عندي لقطه جميله جدا جدا، هو بانون راح على اللعبه وهيشوط، وبعدين ساب للشناوي يطلع الشناوي هو يسدد، وبالتالي انا مش شايف ان انا اضاعه وقت في هذه الحاله. انا كنت مستغرب جدا جدا انك انت بتشهر البطاقه الصفراء لبدر بنون في الدقيقه 28. استحاله ان اللاعب يضيع وقت في الدقيقه 28، وزي ما قلت المسافه حتى ما بين الشناوي جاي اهي والكوره، وبنون كان ساب الكوره عشان خاطر الشناوي هيلعبها. ده انذار، انا اعتقد انذار غير صحيح لبدر بنون في هذه الحاله. بدري قوي 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 انك تدي انذار في الدقيقه 28، وبالتالي كان ممكن سهل قوي في الدقيقه 30 35 تدي البطاقه الثانيه وكان يبقى انذار وبطاقه حمراء مش سهله. هروح للحاله الثانيه. هنا انا يا ريت تكون عندي صوره، ولكن طبعا للاسف احنا مش معانا الصوره، ولكن انا هنا بتكلم في لعبه مع محمد شريف. انا كلاعب نجحت في لعب الكوره كابتن ايمن، تمام؟ لما ما انجح في لعب الكوره ودخلت بيها، طبعا هو حتى لو انا على الخط، هذا الخط من ضمن المناطق المحيطه به، الخط المخالفه تبقى على الخط تبقى ركله جزاء. هنا شايف هنا الايد، الاعاقه موجوده بالايد والاعاقه موجوده كمان بالرجل هنا الشمال بتمنع محمد شريف ان هو يعدي. شايف ان هنا في الدقيقه 2 كان هناك ركله جزاء صحيحه ايضا لم تحتسب لمحمد شريف. وهنا حتى لو كان في فار، وللاسف شريف ما فيش فار، كان هيجيب الحكم وكان هيرجع يحسب ركله الجزاء. دي حاله اللي هي في الدقيقه 2. هروح للحدث اللي هو اللي ان انا بستغرب بقى، يعني اسهل ركله جزاء في العالم تحتسب في التحكيم. ايوه انا بتكلم بالقانون، صح. مش بقول اي حاجه، انا بتكلم بالقانون. اسهل ركله جزاء يا كابتن ايمن تتحسب. انا قلت كده بين الشوطين، قلت نظري ليه؟ رجله سبقت قبل هو الحارس استحوذ على الكره؟ لا. خد الكره؟ لا لا، ده ارتكب المخالفه. مظبوط. خلي بالك هذه المخالفه عندما ترتكب بصرف النظر عن الكره موجوده فين داخل الصندوق؟ ايوه ركله جزاء. صح، ركله جزاء. ده حسبها عكسي. شوف بقى يا كابتن، انا بتكلم في تمركز. انا مش له دور في الكلام ده يا كابتن. هو مره ثانيه هسقف لك. انا لسه هسقف لك. هقول لك ليه دور كابتن علاء. احنا قلنا المسافه ما بين تمركز الحكم هنا للحدث هنا تقريبا عندنا 21 متر. الرجل ما تشافش قوي، وخصوصا انها في الظهر. في الظهر
يبقى هنا ياتي دور مين؟ اللاينز مان زي ما كابتن احمد بلال قال. لا، الحكم المساعد رقم واحد ليه دور كبير جدا. اين دور الحكم المساعد في هذه المخالفه كابتن الواضح؟ احنا قلنا هنا سن يعني يستحوذ او يمسك الكوره، هنا استرداد حذاء تمت قبل ان يستحوذ على الكره او يمسك الكره. رجله سابقه، رجليه سابقه. عارف انا ممكن يعني همشي معاه 50-50 امتى؟ لو انت خدت الكره ايوه وانت نازل من فوق حصل انك انت التحام او رجليك راحت ممكن يستمر لك، ولكن هنا طبقا للقانون، طبقا للقانون عندما انت ترتكب هذه المخالفه بالاسترزاق وانت لم تستحوذ على الكره، لا يعني اسهل ركله جزاء للاسف الشديد هو لم يحتسبها. قلت كابتن احمد بيقول اين دور الحكم المساعد؟ النهارده مفيش فار، وتحدي كبير ليك يا حكم. يعني النهارده عدم وجود فار كابتن ايمن تحدي للحكم، فين شخصيتك؟ فين قراراتك؟ فين تمركزك؟ فين توقعك؟ فين قراءتك؟ هنا اوضح الصوره دي، تمام؟ الصوره اوضح هنا 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 لا بس من قبل ما يمسك الكوره بالظبط كابتن. انا بتكلم انا مش بنجامل، دي حقيقه. هو الاستزاد واضحه جدا في الظهر. خلي بالك كمان هنا في بطاقه، يعني مش عايز اقول لك هنا في بطاقه للتهور، لان دي استرزاد وليس ساق وليس ركبه ولا الكلام ده. هنا اي منطق يا كابتن بيدي عكسي، قرار عكسي، استند على ايه الراجل ده؟ كابتن تبان القرار خاطئ من ايه؟ من المسافه اللي ما بين المخالفه والحكم. هو ما عندوش ثقه في القرار، يعني هو خد قرار بالشكل عشان يخرج من اللعبه عمليه. يا كابتن هو صفر مخالفه على محمد شريف، على شريف محمد شريف عمل ايه؟ بظهره، رايح بظهره. انا برجع بظهري عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان اخد التكف واطلع العب، من حقي ارجع بظهري كابتن ناصر، من حقي اروح. اتفضل. اعتقد ان الحكم في الكره دي مظلوم، اللي يحسبها اللاينز مان، لان هي برضو رجوع محمد شريف والكره مشتركه بين مغطية على الحكم، مغطى الرؤية على الحكم، يعني هي صعبة على الحكم برضه. هي يمكن لو في بار طبعا كان هيرجعها عشان يبين ان خبط قبل ما يلمس الكرة او اللاينز مان، لكن انا اعتقد الرؤية كده صعبة على الحكم لانه شريف راجع بظهره والمسافة قريبة. تمام، هكلم في نقطتين يا كابتن اسامة وهرجع تاني لنقطة الحكم المساعد. احنا كان طاقم التحكيم بنتكلم قبل المباراة مع بعض، بنساعد بعض فين؟ في هذه الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم. القانون بيقول لك ايه؟ بيقول الحكم مساعد ايه؟ من فضلك الاخطاء التي لا تقع تحت نظر الحكم وانت شايفها وعندك زاويه روح واضحه حكم شريف، انت لابد انك انت تديها للحكم. هنا كان دور الحكم مساعد. النقطه الثانيه مهمه جدا جدا. انا قلت ايه؟ المسافه كابتن اسامه كبيره كبيره. فين توقعك للعبه؟ يعني قلنا اللاعب المهاجم لما بيروح في مكان يا كابتن احمد بيتوقع، بيروح في المكان بتجي له الكره بيروح يسدد. صحيح. هنا انت كحكم ايضا عندنا القراءه والتمركز وقراءة اللعب. هنا فين تمركزك من اللعبة؟ فين توقعك للحادث؟ فين حسك التحكيمي كحكم كبير وعندك 10 سنين حكم دولي؟ فين انت من هنا لهنا؟ وبعدين بترجع تحسب مخالفة مش موجودة، مش موجودة على محمد شريف في هذه الحالة. بقول تاني، نتيجة النادي الأهلي وأنا بكلم كحكم، أنقذت هذا الحكم من العقاب، لأن لو كانت النتيجة غير كده أعتقد كان هيتحاسب إن أخطاء فادحة في هذه المباراة. اتفضل يا كابتن. بيعمل حاجه غريبه جدا يا كابتن، يبقى اللاعب معاه الكوره من النادي الاهلي مثلا وواقف جنبه على ثلاثه ما بيسمحلوش بالباص، الاقيه واقف تمركزه غلط يعني. زي بيلعب مع سان داونز يعني، فاهم قصدي؟ اثنين على واحد من الاهلي بالزبط. الحكم بالظبط والاصفر بالظبط والليموني ده. ابص الاقي الحكم واقف ضد محمد شريف، ضد قفشه، ضد واقف، مش عايز ياخد خطوتين بالزبط. يفتح مساحه اللعب للعيب مش مره واحده. الحكم الجيد ده اكتر من الحكم كابتن شريف، الحكم الجيد، الحكم اللي هو بيتدرب، اللي بيطور من ادائه، لابد ان هو يبعد عن محيط اللعب دايما. انت وقت بتلعب مع تركيزك في الحالات التحكيميه لابد تشوف انت واقف فين بالظبط. هو زي ما انت حضرتك بينسى نفسه وبالتالي بيخش في حدود اللعب، ممكن يكون عائق للتمرير، ممكن يكون عائق للكره تيجي فيه، وبالتالي زي ما قلت النهارده 10 سنين اكتر من مره بالظبط 10 سنين انت حكم دولي من غير ما اقول ان هذه الاخطاء كتير، لازم يكون عندك الخبرات كتير جدا. انا بقول الكلام ده ليه يا كابتن؟ احنا عندنا حكم المره الجايه ان شاء الله، نتمنى 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 من التحكيم في المباراه القادمه حكم زملي السكازوي، يعني ربنا يوفقه ونقول ان هو يعني يعدي بشكل جيد، بس احنا بنطلب العداله التحكيميه كابتن علاء في المباراه القادمه. خلي بالك لسه امور مش سهله طبعا، ولكن المباراه اللي جايه بنقول يا جماعه التحكيم الافريقي لابد ان هو يكون متواجد
واحنا مش عاوزين اكتر من العداله التحكيميه في المباريات اللي هي القادمه كابتن حبيب. باذن الله رب العالمين. شكرا جزيلا لخبيرنا التحكيمي الكبير كابتن ناصر عباس، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن وشكرا ضيوفك الكرام. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة اليوم، مباراة الذهاب في دور الثمانية لبطولة الأندية الأفريقية بين الأهلي. بعد ما حضرتك شفت الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد بينزل على قناتنا قناة الأهلاوية على اليوتيوب. بشكركم مرة واثنين وثلاثة وعشرة. كان معكم أخوكم هاني الشراوي، والسلام عليكم.